للوقوف عند التطورات الميدانية والسياسية في سوريا ينضم إلينا عبر الهاتف محمد بيطار الكاتب والصحفي السوري. سيد محمد مرحبا بكم. يعني كما ذكرنا في الأخبار مقتل 11 مدنيا وأصيب 25 بقصف مدفعي لقوات النظام وميليشيا تابعة لإيران على سوق شعبية بكفرنبل في منطقة خوض التصعيد في إدلب، لكن ما المبرر لهذا القصف سيد محمد؟ والله برأيي أن الشخص يعني القصف هو بس يعني نظام الأسد عم يذكر بوجوده مو أكثر، طالما نحن عم نشوف في تحركات على الأرض يعني وتقدم بري، فهو بيضل في سياق إثبات الوجود. وهذا مو أول خرق، يعني كان مئات الخروق منذ بداية الستانة وحتى اليوم، بداية يعني مئات الخروقات لنظام الأسد والميليشيات الإيرانية وروسيا، فهو بس تذكير أنه هن موجودين مو أكثر. لأني منلاحظ أنه ما بيترافق أي قصف فيه تقدم بري. هذه الخروقات هل تتم بإشارة خضراء من جهة معينة كروسيا أو إيران مثلا سيد محمد؟ أم يعني نظام الأسد كله نعرف أنه هو صف ميليشيا، وهو ما بيقدر يتحرك إلا بأوامر سواء كان من روسيا أو من إيران. كلياتنا يعني هذا الأمر صار واضح بالنسبة للجميع. يعني طيب بالنسبة للشق السياسي، لافروف وزير الخارجية الروسي تحدث عن أن المعركة لم تنتهي في سوريا. هذه التصريحات إلى أي مدى تعكس التضاد بالرؤى والأهداف بين الدولتين الضامنتين لاتفاق سوتشي حول إدلب؟ نتحدث هنا عن روسيا وتركيا. اعتقادي يعني انه روسيا وتركيا هن متفقين بالشمال السوري، لكن في خلافات مع دول اخرى يعني كايران كامريكا، في دول كثير متصارعه بالشمال السوري. يعني نحن من يومين كنا شايفين الدوريه الروسيه والتركيه عم بتدور بالشمال السوري مترافقين مع بعضهم. في تفاهم روسي تركي، لكن يعني يبدو انه في بعض الملفات بيكون فيها اشكاليات معينه تطفو على السطح. سيد محمد، هنا من يتحمل مسؤولية الخروقات في مناطق خفض التصعيد؟ هل تتحملها الدول الضامنة برأيكم؟ يعني طبعا أكيد تتحملها الدول الضامنة للاتفاق. يعني الدول الضامنة هي اللي أخذت نظام الأسد والمعارضة السورية على الأستانة ووقعتهم على اتفاقيات، فهي المسؤولة عن هاي الاتفاقيات بشكل مباشر. يعني طيب سيد محمد، هناك حديث عن جولة جديدة من أستانا، كيف يمكن القبول به في ظل هذا القصف المستمر؟ يعني والله موضوع الأستانا موضوع مثير للسخرية، يعني منذ بداية الأستانا وصار مئات الخروقات لهذا الاتفاق، يعني وكأنه هو شيء بس للإعلام فقط مشان ينضحك فيه على الشعوب، يعني مثل اللجنة الدستورية اللي صار لها سنة ونص وما وصلت لأي شيء. يعني كل ما هنالك انه بس عم تاخذ وقت وبتسلم مناطق من المعارضه لنظام الاسد. من اسطنبول محمد بيطار الكاتب والصحفي السوري، شكرا جزيلا لكم.